مساء الخير. اقوى مساء على الناس. اداء الناس مش عاجبني خالص. اداء الناس مش عاجبني. فياريت نظبط الدنيا مع بعض شوية. ياريت يعني. تمام. اظن مفيش عيد كده. مفيش يعني. مش هتلاقي. والله. يعني انا قاعد لكو يعني. مفيش كده صدقني. مش هتلاقي. من حوالي 3 ايام عملنا حلقة على التراك الفشيخ النفيخ بتاع ويجز عفاريت الاسفلت. وبسم الله ما شاء الله فعلا كان محضر لي مفاجأة يعني. والمفاجأة ضربت في وشي يعني. فبما ان كان في تلقيح على ابي يوسف والمكسيك ومروان موسى وهكذا يعني. فعندك ابو الانوار قرر ان هو يلسوعه من تحت ولا مغزى. ويرد عليه بتراك افشخ وانفخ منه اسمه اوديه. فتعال نشوف بقى ابو الانوار وده فين. يلا. يلا. متشوق اشوف الرد نفيخ ازاي حقيقي يعني. يلا يا ابو النور. يلا يلا خلينا نشوف. اه كالعاده ليه البابا وبعد كده تراك. مش محتاج ان احنا نتكلم فيها يعني. فاهم. يلا يا ابو النور بيه. مالك يا حبيبي؟ مالك يا حبيبي؟ مالك يا نور؟ مالك؟ انا حاسس ان انت داخل التراك مصدع يعني. رفع 2 بايبروفينيد او 2 بنادول. في ايه؟ يلا خضتني يا جدع. 10 ثواني كده يعني. مش فاهم. ده مهرجان ده ولا ايه؟ اوعى ازعل. ازعل قوي. مش مهرجان ها؟ دخلة مريبة. خلينا نسمع. مش هتجيبونا ما تحاولوش. لو كلتوا شربتوا رحتوا جيتوا برضو ما تسووش. الرد عليا شوية وهو عرضه بحضروش. بلوكوا يقولوا هصلا وهم ما بيتعشروش. واحنا بناكل بيت سحاف على العشاء. شد اللي حافز ميلي وهدى خف خروشة. لو شفتك انا في حتة لقلبها دق مشة. لو قلتوا جابوا ستي انا جابع عرشب. ده انا مسايل كله منك اني لسه جاي من سوق. انا عندي نضارات كتيرة كاني باب اللوق. هو فاكر نفسه سكر بس شوية مية يدوب. مش بنفعل لأ خالص انا بقتلهم بالهدوء. دوق رابي جامد خد لك قطمة. انت مش نازل زوري لأ ياسطا انا مش هضمة. كنت من كتر صف الكيميائيات قلبت عضمة. دور عالتي في رمضان زي برنامج الصدمة. بقولك ما تقوليش ما تقوليش حاجة ما تقوليش حاجة. انا زعلت. لا نور كده نور. انا قلت ان انت هتخش تسفلته على الاسفلت اللي هو فرحان بالعفاريت بتوعه ده. ليه نجم كده نجم؟ احنا لسه عاملين شغل عالي مش دغري او يمين بقى. دخلت في الحيطة ليه؟ نتزحلق بقى هنا ليه؟ وبعدين الميكس ماله؟ مش عارف. حاسس ان في حاجة في الميكس. حاسس ان انت واخد لو بيتش مطخن صوتك يعني. مش فاهم في ايه؟ في ايه؟ مين على الميكس؟ ما اكيد ليه البابا. ليه البابا وكول بيكس بوي؟ مش عارف هو كول بيكس بوي هو اللي عمل كده يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هو اللي اضاف الاضافة دي ولا ايه؟ انا حاسس الموضوع فيه استعجال وكروتة. ليه؟ من قبل ما اكمل يعني. فاهم. محتاجة يعني. فاهم. ما تعملش زي وهو ما بيجتهدش. انت برضو ما تجتهدش. ايه بقى؟ ايه بقى اللي تقال؟ اقول لك اه مش هتجيبونا ما تحاولوش. لو كلت شربت رحت وجيتوا برضو ما تسووش. عرضها عليا شوية وهو عرض ما حضروش. حلوة دي. كل ده عشان قال له هو بالاضواء. وطبعا احنا عارفين ويجز تحس الدعابة عنده عالي فشخ. ما شاء الله حاجة هايلة يعني. بيلوك يقولوا هصلة وهم ما بيتعشروش. رامي على تراك هصلة يعني. واحنا بناكل بيتس حاف على العشاء. طب ما تورينا البيتس يابا. تشتغل يا عم ليه البابا؟ ايه فكرة الدم والتك؟ انا عايز افهم بس. ان انا ارد عليه بمهرجان. مش عارف يعني. انا بالنسبة لي اختيار غير موفق. مش افضل حاجة خالص. بعد كده بيقولك شد اللحاف يا زميلي واهدى خف خروشة. لو شفتك انا في حتة يالا اقلبها دقمشة. تهديد. تهديد صريح واضح يعني. ياريت تختفي عم ويجز اليومين اللي جايين. ياريت يعني. عشان ابو النور بيدور عليك. خد بالك بقى. اديني قلت. لو غلط وجابوا سيرتي انا اجيبها على الخشب يعني. ياريت. فين يابا؟ فين يابا اجيبها يابا على الخشب يابا؟ فين؟ فين كنت مستنيها وقتلت توقعاتي؟ فين؟ ده انا مشايل كله مني اكني لسه جاي من السوق. انا عندي نظارات كتير اكني باب اللوق. على ان باب اللوق يعني فاهم في محل نظارات كتير. إيه فين برضو يعني؟ فين اللي يأذي؟ فين الكرباجة يابا؟ فين؟
فين الاسواع يا حبيبي؟ بنستعجل ليه بجد؟ وراك ايه؟ ما خد وقتك يعني. مش فاهم فكره ان هو مش مدي تراك حقه ووقته، مش مديهوله فاهم. بعد كده بيقولك هو فاكر نفسه سكر بس شويه ميه دوب مش بنفعل خالص، انا بقتلهم بهدوء دوق دوق. رابي جامد خد لك قطمه، انت مش نازل زوري. لا يا اسطى انا مش هضمك، انت من كتر سف الكيمياء ياض قلبت عظمه. نور على التي في في رمضان زي برنامج الصدمه، يعني في براد فاهم في المتوسط، بس ادائها كان هيبقى اعلى على بيت اقوى من كده. المزيكا بتفرق، هي اللي بتوجه التراك. فانا شايف الاختيار مش موفق خالص، يعني مش هو ده اللي انا منتظره عن منور خالص. ليه يا حبيبي؟ رد عليا بس وقول لي ليه يعني. مش فاهم ليه. يلا بقول لك اوا دي دي دي، البنت صمرة زي ري 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 ري، الشاب خالد بغني لها دي دي دي، ابو الانوار لما اغمز لها في جي جي. بقول لك اوا دي دي دي، البنت صمرة زي ري 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 ري، الشاب خالد بغني لها دي دي دي، ابو الانوار لما اغمز لها في جي جي. الله يا فنان الله. ايه ده ايه ده، ايه الحلاوه دي؟ اللازمه هادفه وقويه فشخ. للي بيسال على اللازمه، ده اسمه الكورس حضرتك، وده المقطع المتكرر في قلب التراك. تمام ماشي، وصلت ولا عيد؟ وصلت. ها تمام، نيجي بقى للعظمه. بيقولك بقولك اواد دي دي دي، البنت السمره زي ري ري ري، ابو الانوار لما غمز لها بتي جي جي. هايل هايل. طب ايه، ما نكملش طيب ولا اعمل ايه؟ طيب يعني اختار. طيب يعني هتلاقي المقطع الاول اتظلم بسبب تحجيمة البيت، ان هو بيت كده فاهم. فبالتالي برضو اللازمة برضو فاهم. هتعمل ايه في اللازمة؟ بالعكس ده انت لازم تشخلعها اكتر. مش عارف انت بعت له تراك يرقص عليه طيب ولا ايه؟ مش فاهم انت كده مش بتسفلته وبتساويه، انت كده بعت له تراك يرقص عليه ليه؟ ليه يا نور ليه؟ والله تنفع ما اطلع لتراك. ليه يا نور ليه؟ ليه بقى؟ لا طالب جامد وداخل عالهادي، بغير فلوهي بس اشطب مزاجي، بيشتموني وانا قاطع وداني، مش بيحبوني عشان في ناس حباني، الفان زي دي بتقف ياسطا عشان عايزاني، احنا في جيم وصعبه يلعبوا باوزاني، نغلقوا لسنا عليكوا يا ولاد الزوم، ولا انت فيا استحمل اوعى دور ده نور اذاني، وادي نور الشديد بس طيب، انا نفسي طويل قلت طيب، وانا لا مش طبيب مش بطيب، ليا وزن في المجال انا قايل. رقص كل واحد هنا كده هو، مش ماشي ادب احنا بتوع مشيها هو، معاكم محمد الشاكوش بيمول فتوة، لما المكسيك بتيجي ضرب نار فخش جوه. بقولك اوا دي دي دي، البنت سمرة زي ري 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 ري، الشاب خالد بغني لها دي دي دي، ابو الانوار لما اغمز لها بتيجي جي. بقولك اوا دي دي دي، البنت سمرة زي ري 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 ري، الشاب خالد بغني لها دي دي دي، ابو الانوار لما اغمز لها بتيجي جي. يعني حتى الكليب ما تدفعش فيه 2 جنيه وربع، وممكن نفاصل في الربع يعني. ده مش تراك تنكش بيه يعني فاهم، ده مش تراك تنكش بيه خالص يعني. النكش اتطور فشخ، مش فاهم انا بنكش كده ازاي يعني. ما زلت عند كلامي، البارات اتظلمت بالفلو على البيت ده. يعني يا عم للبابا مش اي حاجه نور يقولها لك تعملها، وانت يا عم نور مش اي حاجه للبابا يعملها تعمل عليها. فكروا شويه، نفكر شويه قبل ما نخش نرزع، شويه لله بس مش اكتر يعني. هو فين التريك؟ بس كده؟ متوقعتش ضربة النبلة دي خالص، كنت متوقع اعلى واعنف من كده. حاول ما تستعجلش وادي الشغل حقه، حاول تحافظ على مستواك وما تنزلش كده. انت نزلت فياريت تطلع تاني، للأسف تراك دون المستوى خالص، ومش ده اللي انا كنت منتظره للسفلات يعني. تمام يا نور. اما الناس بقى ياريت تفوق معانا، فوقوا معانا شوية، انزل بص على الروابط، انزل بص على المصادر، انزل لف لفة يعني. تمام، ولنا لقاء اللي بعده يا ابني، اللي بعده.